اصحابي، شفتوا امبارح حصل ايه؟ اهل البلد كله راح يصلي الجمعه في المسجد ما عدا حسونه. طبعا غلطان يا حسونه، وكمان غلط عشان خرج من البيت ضد اذن من امه وابوه، وراح مكان بعيد، وهناك كان في عصابه اشرار بيحاولوا يستولوا على اشياء غاليه مش ملكه. هي دي الحاجات اللي انا نفسي فيها. يا خبر، دول لصوص فعلا، هعمل ايه؟ سيح الضعب اللي سرقناه يلا. وشعر زعيم العصابة بوجود حد غريب في المكان. استنوا، ريحة مين دي؟ بعور ريحة مين دي؟ اكيد في حد غريب في المكان. هو الواد ده. وشاف حسونة وامر بالقبض عليه. ايه الحاجة؟